بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أنا جمال نمورة من الأولمبيات الخاص الأردني، أهني شعب الإمارات ومسؤولينها وقيادتها على هذا التنظيم الرائع الذي أسعدنا ورفع رؤوس العرب جميعا. كنا نخاف ونتوقع أن هذه البطولة لا تكون بمستوى البطولات السابقة، ولكن الحمد لله بمنة من الله وعزه وجدنا أنه بالتنظيم وبالإدارة ومن أول ما دخلنا المطار لحد الآن تنظيم متناهي، إدارة متناهي، كل شيء متوفر، كل شيء موجود، فشيء برفع الرأس. الحمد لله إحنا سعداء جدا بأن تقام هذه البطولة لأول مرة في بلد عربي، وأنه نفتخر ونعتز بأنها أقيمت وبهذا التنسيق وبهذا الكم الهائل من الترتيب والإيقاع.